انا عارف انها مش حاجه سهله ان احنا نفضل لابسين فيس شيلز او نظارات طول الوقت، بس الموضوع خطير ومفيش اي حل تاني قدامنا دلوقتي. عمرنا ما هنعرف طريق الهروب من الخطر من غير ما نحدد ايه هو الخطر ده بالذات. يا جماعه كل يلبس فيس شيلد او اي نظاره غطوا عينيكم، الفيروس بيتنقل بالنظر. دماغه مشوهه والجهاز العصبي تقريبا مشلول. احنا شكلنا قاعدين مع بعض ومطولين، فكل واحد ضارب بوز يفك شويه والنبي. انا عايز اقدم بلاغ رسمي ضد المدى وسعد الاكل مدير شركه دبليو جي بي فرع قاهره. حاسه ايه؟ انا متاكده مش هيسيبوني بعد اللي عرفته عنهم. واحنا مالنا؟ ايوه فعلا احنا مالنا، احنا ما كناش نعرف اي حاجه اصلا، احنا كنا بنشوف شغلنا بس. وانت مش حاسس باي اعراض؟ انا بتكوني مفيش حاجه اسمها مواجهه الفيروس، الكلام ده مش علمي، محدش بياخد اكتر من نصيبه. قصدك اشتركت في جريمه تصنيع فيروس مميت. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجه تفوتك.